تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي سلمت جمعية الأورمان عددا من الأجهزة التعويضية من بينها أطراف صناعية وسماعات طبية، وذلك تحت شعار الانتقال بالشرائح المحتاجة إلى دائرة الإنتاج والاكتفاء. عندنا تسليم حالات اطراف صناعيه وسماعات اذن طبيه لاهالينا من مرضى ضعف السمع. احنا الحمد لله موجودين بنغطي جميع انحاء الجمهوريه من جميع المحافظات وحتى الاطراف الحدوديه بتاعتنا. النهارده عندنا تسليم 5 حالات اطراف صناعيه وعندنا 2 سماعات طبيه من مختلف المحافظات بننفذ. احنا الحمد لله موجودين وجاهزين دايما وتحت مظله التحالف الوطني، ابرزوا دور الجمعيات الخيريه وابرزوا دور يعني صلات الضوء علينا. احنا الحمد لله موجودين في العمل الخيري من 2010 و2009 ومستمرين الحمد لله تحت مظله التحالف الوطني. عندنا في كل محافظه مكتب خاص بالجمعيه وبنوصل الحالات المحتاجه سماعات او اطراف صناعيه، بينزل عندنا مندوب بيعمل استعلام عن الحاله ونشوف الحاله تستحق المساعده، وبالتالي على طول بننفذ مع الحاله سواء سماعه طبيه او طرف صناعي، وبنوجه الشركات بتنفذ معانا بتاخد مثلا مقاسات الحاله سواء سماعه طبيه او طرف صناعي وبنبتدي نركب لهم الحاجه دي. جيت هنا قدمت فقالوا لي لازم بحث اجتماعي والتقرير الطبي، عملت التقرير الطبي والبحث الاجتماعي وفجيت قدمت هنا. الصراحة استقبلونا أحسن استقبال هنا، وبعد كده بعد ما قدمت فقالوا لي هنرد عليكي. بعد فترة زي كده اتصلوا بيا هنا وقالوا لي إن لازم أروح المهندسين زي كده عشان أخد بصمة سماعة، والحمد لله عملت البصمة والحمد لله استلم السماعة النهاردة. فجأة كده لقيتهم اتصلوا بيا وقال له تاخد المقاس وبتاع، وجيت خدت المقاس واول يوم امبارح قالوا لي تعالى عشان تستلم الجهاز. بقيت فرحه يعني الحمد لله، حسيت ان في امل، ولان كمان ان انا قدمت في شغل كتير سنه وانا قاعد خالي شغل، كل اللي اروح له لا يوجد شغل ليك عشان دراعك وكده، والحمد لله يعني قالوا لي حتى لو في طرف صناعه تقدر ان انت تشتغل وكده.